ذكر وزير الخارجية الفرنسي جانيف لو دريان أنه ينبغي لإيران تهدئة المخاوف بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، وإلا ستتعرض لعقوبات جديدة. هذا ويواجه النظام الإيراني ضغطا دوليا للحد من سلوكه الخطير في المنطقة، ويسعى المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف تحديدا الحرس الثوري وكياناته وشركاته التي يمتلكها. في الوقت الذي يتصدى الإيرانيون لبشائع النظام القمعية من أجل مواصلة انتفاضتهم السلمية، يسعى المجتمع الدولي لبحث نزع أنياب التمدد الإيراني وتقليم أظافر تهديداتها المتواصلة. المجتمع الدولي يبحث اليوم أدلة تثبت الإرهاب الإيراني في المنطقة من خلال دعم أذرعه بالمال والسلاح، وينظر المجتمع الدولي أنه بات من الضروري أن يقطع دابر الإرهاب من المزود الرئيسي ألا وهو نظام طهران، فلا يكفي أن يتم إدراج الأحزاب والميليشيات الإيرانية في قوائم الكيانات الإرهابية فحسب، إذ ينبغي قطع أيديها عن رأسها. وإذا ما نظرنا للجانب الأمريكي نجد تحركات حثيثة لكبح جماح الخطر الإيراني، فقد طرح الكونغرس باتفاق ديمقراطي جمهوري مشروعا مشتركا لفرض أقصى العقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني، وتحديدا على الكيانات والشركات التي يمتلكها الحرس الثوري. كما دعا الكونغرس قيادات عسكرية للاستماع لمقترحاتهم من أجل الوصول لصياغة سديدة تحقق الهدف المنشود، ألا وهو وقف التدخلات الإيرانية وبرامج أسلحتها. إيران هي الخطر الأكبر من خلال أنشطتها التخريبية في المنطقة، والتي تشكل تهديدا طويل الأمد لذلك الجزء من العالم. فرنسا كذلك تشاطر الأمريكيين المخاوف ذاتها، فقد ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه ينبغي لإيران تهدئة المخاوف بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، وإلا ستكون معرضة لعقوبات جديدة، مضيفا أنه ينبغي التصدي لهذا المشروع الإيراني على الفور. احتجاجات شعبية من جهة وتحركات دولية من جهة أخرى، فترة مؤرقة بالنسبة لنظام طهران وحرسه الثوري، خصوصا وأن الرفضين الداخلي والخارجي يستهدفان ضرب المؤسسات المالية التابعة لنظام الولي الفقيه، والذي يعول عليها في تطوير برامج الصواريخ ولتمويل الميليشيات، وهو نفسه النظام المالي الذي يسلب أموال الشعب.